بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لا تتعدد الآلهة؟ هذا السؤال يجيب عنه الدكتور مصطفى محمود في كتابه حوار مع صديق الملحد. يقول: ويسألنا صاحبنا ساخرا: ولماذا تقولون إن الله واحد؟ لماذا لا يكون الآلهة متعددين يتوزعون بينهم الاختصاصات؟ وسوف نرد عليه بالمنطق الذي يعترف به بالعلم وليس بالقرآن. سوف نقول له إن الخالق واحد لأن الكون كله مبني من خامة واحدة وبخطة واحدة، فمن الأيدروجين تألفت العناصر 92 التي في جدول مندليف بالطريقة نفسها بالإدماج وإطلاق الطاقة الذرية التي تتأجج بها النجوم وتشتعل الشموس في فضاء الكون، كما أن الحياة بنيت من مركبات الكربون. جميع أصناف الحياة تتفحم بالاحتراق على مقتضى خطة تشريحية واحدة، تشريح الضفدعة والأرنب والحمامة والتمساح والزرافة والحوت، يكشف عن خطة تشريحية واحدة، نفس الشرايين والأوردة وغرفات القلب ونفس العظام. كل عظمة لها نظيرتها. الجناح في الحمامة هو الذراع في الضفدعة، نفس العظام مع تحور طفيف، والعنق في الزرافة على طوله نجد فيه نفس الفقرات السبع التي نجدها في عنق القنفذ. والجهاز العصبي هو في الجميع، يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس وأعصاب حركة. والجهاز الهضمي من معدة واثنى عشر وأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة. والجهاز التناسلي نفس المبيض والرحم والخصية وقنواتها. والجهاز البولي الكلية والحالب وحويصلة البول، ثم الوحدة التشريحية. الجميع هي الخلية، وهي في النبات كما في الحيوان كما في الإنسان، نفس المواصفات، تتنفس وتتكاثر وتموت وتولد بنفس الطريقة. فأية غرابة بعد هذا أن نقول إن الخالق واحد؟ ولماذا يتعدد الكامل؟ وهل به نقص ليحتاج إلى من يكمله؟ إنما يتعدد الناقصون. ولو تعدد الآلهة لاختلفوا، ولذهب كل إله بما خلق، ولفسدت الأرض. والله له الكبرياء والجبروت، وهذه صفات لا تحتمل الشركة. ويسخر صاحبنا من معنى الربوبية كما نفهمه، ويقول: أليس عجيبا ذلك الرب الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، فيأخذ بناصية الدابة ويوحي إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تخرج من ثمرات من أكمامها إلا أحصاها عددا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إذا عثرت قدم في حفرة فهو الذي أعثرها، وإذا سقطت ذبابة في طعام فهو الذي أسقطها، وإذا تعطلت الحرارة في تلفون فهو الذي عطلها، وإذا امتنع المطر فهو الذي منعه، وإذا هطل فهو الذي أهطله. ألا تشغلون إلهكم بالكثير التافه من الأمور بهذا الفهم؟
ولا أفهم أيكون الرب في نظر السائل أجدر بالربوبية لو أنه أعفى نفسه من هذه المسؤوليات وأخذ إجازة وأدار ظهره للكون الذي خلقه وتركه يأكل بعضه بعضا؟ هل الرب الجدير في نظره هو رب عاطل مغمى عليه لا يسمع ولا يرى ولا يستجيب ولا يعتني بمخلوقاته؟ ثم من أين للسائل بالعلم بأن موضوعا ما تافه لا يستحق تدخل الإله وموضوعا آخر مهم وخطير الشأن؟ إن الذبابة التي تبدو تافهة في نظر السائل فلا يهم في نظره أن تسقط في الطعام أو لا تسقط، هذه الذبابة يمكن أن تغير التاريخ بسقوطها التافه ذلك، فإنها يمكن أن تنقل الكوليرا إلى جيش وتكسب معركة لطرف آخر، تتغير بعدها موازين التاريخ كله. ألم تقتل الإسكندر الأكبر بعوضة؟ إن أتفه المقدمات ممكن أن يؤدي إلى أخطر النتائج، وأخطر المقدمات ممكن أن ينتهي إلى لا شيء. وعالم الغيب وحده هو الذي يعلم قيمة كل شيء. وهل تصور السائل نفسه وصيا على الله يحدد له اختصاصاته؟ تقدس وتنزه ربنا عن هذا التصور الساذج. إنما الإله الجدير بالألوهية هنا هو الإله الذي أحاط بكل شيء علما، لا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الإله السميع المجيب المعتني بمخلوقاته.